دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان، واللي كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنعرفها في التقرير اللي جاي. الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة واستثنائية. هنبدأ بالحلقة 23 من مسلسل الاختيار، اللي بدأت أحداثها بتصديق مدير المخابرات العامة على خطة الضابط مروان العدوي لتنفيذ مجموعة مهمات لاستهداف أوكار الجماعات الإرهابية اللي تم رصدها من خلال أجهزة الأمن، خصوصاً بعد ما حقق التعاون المشترك مع الشيخ أحمد أحد كبار شيوخ سيناء نتائج كبيرة أصابت العناصر الإرهابية في مقتل. وكشفت كمان الحلقة عن اجتماع ضباط الأمن الوطني وهم بيتكلموا عن إن الذراع اليمين للتكفيري أبو أيوب الشيخ بركات عارف بكل اللي كان بيتخطط الفترة اللي جاية ولازم يتكلم. فدخل الضابط وحيد وقال لهم إن بركات طالب يتكلم، فدخل له الضابط زكريا يونس وقال له إن في دعم بمال وسلاح وله علاقة قوية بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. مفيش تنظيم أو مجموعة بتتكون لو بتطلب منه الدعم، سواء بالفتوى أو الدعم بالمال والرجال أو السلاح. وعلاقته بالشيخ حازم صلاح وإسماعيل ساعدته على زيادة شعبيته وقدرته على الدعم. حتى سأل أبو أيوب. كمان شهدت الحلقة التغييرات الوزارية الإخوانية ورفض المصريين للتعديل الوزاري، وتناولت الحلقة كمان خطة الجماعة الإرهابية بقيادة مرشدهم محمد بديع وخيرة الشاطر ومدير مكتب مرسي ومجموعة من القيادات الإخوانية لوضع وزراء جدد ضمن التعديلات الوزارية. صحيح، الدكتور مرسي كان طلب ندخل يحيى حامد في التشكيل الوزاري واقترح وزارة الاستثمار. مناسب جدا. يبقى على بركة الله، يبقى دول أسماء التسع وزراء الجداد اللي هيدخلوا التعديل الوزاري. وفي أحداث الحلقة 23 من مسلسل العائدون، أشاد نبيل ضابط المخابرات العامة بنجاح فريقه في إحباط مجموعة من المخططات الإرهابية في 4 دول، وقال نبيل: تخيل بقى لو المقاتلين دول متمسكوش، كان يعملوا إيه وفين؟ ده غير المعلومات اللي لسه هتطلع منهم. إحنا كده كشفناه قدام العالم كله إن هم بيدعموا الإرهاب شرعي وبالدليل كمان. صعب خلاص يرجعوا للصوبة ويغسلوا إيديهم من اللي حصل. بس أنت عارف يا نبيل، أكتر حاجة مكيفاني إن إحنا بوظنا بالخطة اللي قعدوا يصرفوا عليها دم قلبهم. كمان شهدت الحلقة انتحار طليقة والي داعش بالسم بعد ما فشلت محاولتها لاغتيال السياف بالسم ومصرع نزار بداله. في الحلقة 23 من مسلسل فاتن أمل حربي، كشفت عن مفاجأة جديدة لما راح شفيع لمكان وندى على شخص باسم أمل حربي، وده والد فاتن اللي بتجسد شخصيتها نيلي كريم واللي المفروض يكون متوفي، لكن بتحصل مفاجأة. إزايك يا أمل يا حربي؟ في الحلقة 23 من مسلسل مكتوب عليا، صحي جلجل ولقى مكتوب على إيده ما يفوتكش العشاء، في الوقت اللي قام فيه والد سلمى بدعمها نفسياً وطلب منها تبدأ ممارسة شغلها وتدير الشركة اللي سابها لها جلجل. وراح سيد صديق جلجل لأسرته وطلب منهم يدعموه ويقفوا جنبه، فتعاطفت معاه والدته حنان سليمان. النبي يا أخوي، لو ليا خطر عندك روح له. أكبر للناس بقى. أكبر للناس؟ حاضر يا ست، هتنايل اروح له بالليل. لسه فيك الحته الجميله انت ورا اخت نايل انت راخر. بدات احداث الحلقه 23 من مسلسل الكبير قوي برجوع الكبير لجسمه الطبيعي بعد ما تحول لقرد بسبب العفريت اللي اتمكن من ابنه العتره، وظهر العتره مع جوني وهجرس في لايف على قناتهم على السوشيال ميديا، واتكلم العفريت عن تشجيعه لمو صلاح وانه لبس قبل كده الفنان محي اسماعيل والفنان شيكو، وهنا قرر جوني يقفل اللايف بسرعه. طب بقول لك ايه، اقفل اقفل الفيديو. لا اقفلها انت. لا ما انا هتلبس. انا اللي هقفل الفيديو. اعملوا شير وسبسكرايب واكتبوا عاو في التعليقات، بحبكم طينه. طينه. تضمنت احداث الحلقه 23 من مسلسل في بيتنا رابط احداث كتيره. سامح راح لواحد من الهاكرز المحترفين علشان يساعده في اقتحام الروبوت زومبا ولذيذ ويقدر يفوز في المسابقة. اتفق سامح مع الهاكر وراح لبيت يوسف، وهنا فتحت له زومبا الباب ودخل الشقة واكتشف يوسف وجوده، ولما سأله عن هويته قال إنه واحد من رجال الصيانة وجي علشان يصلح الغاز في البيت لأن في تسريب.